شاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه والانطلاق لشوطنا هنا ايضا هو الشوط العاشر في مجموع الاشواط والشوط العاشر الخاص بالثنايا البكار هنا ايضا المهجنات الاصايل لايضا اصحاب السمو الشوق على ارضيه هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نتابع المجريات ونتابع التحدي نتابع الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء في هذا الشوط للمهجنات الأصايل بهذا الأداء المميز هنا على أرضية هذا الميدان. نتابع صدارة الانطلاق نتابع التحدي والإثارة مشاهدينا الكرام وهنا على صدارة هذا الشوط من تنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول الشكلة مشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة خليفة بن سالم بالصقعة بينما المركز الثاني سمحة لمشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم محمد بن سهيل بن هيان العامري في التضمير بينما المركز الهدى تنطلق لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد لخيلي بهذا الأداء الجميل ثالثا والمركز الرابع المنطلقة هنا هذه اللحظات الشايبة سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم مع المضمر سعيد بن سالم لنيبي وخامس المراكز الضبي سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في خامس المراكز المركز السادس جمايل سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم مع سلطان بن عبد الله بشر الخاطري في التضمير وعلى المركز السابع تاتي الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع محمد بن سعيد بن مروشد في التضمير بهذا الانطلاق وثامن المراكز نشوة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع مطر بن سيب اللحج الهايري في تضميرها وتاسع المراكز الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة هنا المضمر سلطان بن محمد الملعاي وعلى المركز العاشر زعفرانة سمو الشيخ راشد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع مهير بن صيب بن ناية أبو نواس في هذا الانطلاق والتحدي. نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط هناك في الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام والتغيير من الشايبة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لنيبي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول تنطلق بصدارة هذا الشوط المركز الثاني ثاني المراكز تاتينا الضبي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير وعلى المركز الثالث المنطلقة الهدى من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد الخيالي ووصلت جمايل تبغي الجمايل تبغي المركز الأول سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري في هذا الانطلاقة بينما خامس المراكز سمحة هنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن سيل بن هيان العامري في تضميرها الشكلة على المركز السادس سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خليفة بن سالم بالصقعة في التضمير وهنا على المركز السابع تأتي نشوة هنا أيضا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيب اللحج الهايري في التضمير هنا على المركز السابع ثامن المراكز الشاهينية قادمة على ثامن المراكز سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المتعب محمد بن سعيد بن مروشد في التضمير هنا من يقودها في هذا الانطلاق والتحدي مع منتصف
المسافة في هذا الأداء المميز. المركز التاسع، وتأتينا على المركز التاسع الشاهينية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع سلطان بن عبد الله بشر، مع سلطان بن محمد الملعاي. هنا من تنطلق على المركز التاسع، وفي المركز العاشر والقادمة شقرة، هنا من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، من تتسلل على المركز العاشر إلى التاسع في هذه اللحظات بهذا الأداء الجميل والانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام بهذا الأداء الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى التحدي بهذا الأداء المميز مشاهدينا الكرام. هناك الشايبة بدأت تنفرد بالصدارة، بدأت تنفرد بالمقدمة، بدأت تنفرد بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق والتحدي الجميل لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشاد سعيد بن سالم لينيبي. من يتابعه هناك أبو أحمد على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا في هذا الأداء الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني الجمايل في المركز الثاني المشيق سعيد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري في التضمير. وعلى المركز الثالث تأتينا الهدة من هجن الرئاسة مع عيسى بن سعيد الخيلي، من تنطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع نشوة على المركز الرابع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، مطر بن سيب بن لاحج الهايري في تضميرها. وخامس المراكز الظبي تمشق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير. وسادس المراكز الشاهينية تتسلل إلى المركز السادس في هذه اللحظات، تمشق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن مروشد في التضمير. وسابع المراكز الشكلة، تمشق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خليفة بن سالم بالصقعة في التضمير. ولكن شقرة قادمة من هجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد لخيلي في هذا الأداء المميز هنا على المركز السابع، وتتأخر شكله ثامنا، بينما المركز التاسع المنطلقة الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم مع علي بن راهد بن حمد بن غني الاكتبي وسمحة. في المركز العاشر أيضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم مع حمد بن سهيل بن هيان العامري في التضمير. هذه هي النتيجة، وبعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة، بعود والعود أحمد إلى الشايبة. هناك من تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول بكل سيطرة، بكل أداء، بكل عرض جميل، لتحمل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم لون السماء، لون البحار، شعار النصر على الصدارة، على المقدمة. تفتتح مدرج الهبوط ولوحة السنين كيلومترات بقيادة أبو أحمد. هناك أحد الشباب المضمرين سعيد بن سالم اللي ينادي في هذا الانطلاق والتحدي، وتباعد المسافة بينها وبين بقية المشاركين بهذا الأداء بدون أوامر ولا شبه أوامر. بينما المركز الثاني ذاتي نشوة وتتسلل إلى المركز الثاني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهل بن سعود المكتوم بقيادة مطر بن سيب اللاحج الهائري، مضمر المعاصر ينطلق بهذه اللحظات هنا مع نشوة بهذا الأداء الجميل. الهدى على المركز الثالث من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد لخيلي. وفي المركز الرابع تأتي الظبي على المركز الرابع، الظبي سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في تضميرها. جمايل على المركز الخامس لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري في التضمير. المركز السادس شقرة من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيلي. وصلت الشاهينية ثم الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن مروشد، والشاهينية قادمة ثم الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي. ولكن هناك الشايبة المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على الصدارة، على المركز الأول صدارة هذا الشوط. افتتحت الكيلو
الكيلومتر الأخير افتتحت الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا الكروم. هناك الشايبة، الشايبة بأداء جميل وعرض مميز على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ما شاء الله تنفرد بالكادر الهوقي كل جواهرة ويواقيته، ما شاء الله على هذا الأداء. هناك والصدارة والمقدمة، ها هي الشايبة تهدونها في الصدارة في المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا، تهانينا لأبو راشد على هذا الأداء للشايبة، تهانينا كذلك لأبو أحمد سعيد بن سالم لنبي على هذا الأداء الجميل للشايبة، تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل بدون أي هناك منافس على الإطلاق. تنتزع الصدارة، تنتزع المركز الأول، معلنه الفوز ومعلنه الناموس. ها هي لحظة وصولها واقترابها من خط النهاية، معلنة الفوز ومعلنة الناموس. تهانينا، ها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية بهذا الأداء الجميل والعرض المميز. بينما المركز الثاني، هنا مشاهدينا الكرام تأتينا نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم محمد الرسيب بن الأحد الهايري. أما المركز الثالث فتأتي شديدة من هجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد مايد الخيلي. أما المركز الرابع فتأتي شاهينية سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن مروشد. خامسا النظابي سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع أيضا أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير والتوقيت الزمني 12 دقيقة 56 ثانية جزء واحد من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجلته الشايبة. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، تهانينا لسعيد بن سالم النبي على هذا الفوز الجميل للشايبة وهذه الانفرادة المتميزة. أما على المركز الثاني فكانت نشوة 13 دقيقة وأربعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، تهانينا لمطار بن سعيد بن الأحد الهايري. أما على المركز الثالث فكان مشاهدينا الكرام من نصيب شديدة من هجن الرئاسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي 13 دقيقة ثانيتين ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس.